خالدين إضاءة موجودة، يعني فرضاً مثل العلوة أو فرضاً السوق مال الخضار شيء مفتوح مثلاً، سوق مفتوح، بس هذا البقال خال الزرع مالته، احنا نقول على قولته هنا موجه الزرع، يعني خال الحاجة الزينة بالوجي زين ويبيع لك من وراء. مع العلم أنا دا أشوف إن أشتري دا أشوف على إنه هذه الخضروات هذه جيدة أو الفاكهة هذه جيدة، ليش؟ لأن دا أحكم على الظاهر. بس يوم اللي يبيع لي من وراء وين ماكو واحدة تعبانة وين هذا، هنا ينحسب يعني شنو سرقة؟ هو هذا غير جائز، لو تنحسب هم من المكروهات لو شنو هذا النوع من المبيع غير جائز. ليش؟ لان انت من تريد تشتري من عندك الا هاي الحاجه اريدها، مو صحيح لو لا من تتعاملون على هذه الحاجه وهو يعطيك حاجه اخرى. نعم تمام، وهذا غير جائز، وللمشتري الخيار في ارجاع هذا في ارجاع هذه الحاجه. قال له انا مو هذا اللي تعاقدت انا وياك عليه، مو هذا اللي دفعت فلوس عليه، وانما دفعت فلوس على هذه الحاجه، فهذا من الغش. نعم. والغش حرام. تمام، وللمشتري الخيار في ارجاع هذه الحاجه على البائع واخذ الفلوس كذلك.